الله يكبر يدوك دائما. عطيتك الدوخ في البلاد هادي وحق الله زيد تا ما عرفتش شغل غنبركم نديرو اخويا نمشيو نحرقو ولا نمشيو نشوفو صوبيني ولا نمشي راكب باغي باش نمشي نركب صوبيني سلفني باش ندير مع اخويا انا الشيخ هاني ما تخاف انا نعاد سيد صاحبي اشتغل شي طابه بحال صافي حاك سمشيت حيت ما من والو حلمين خوي هاد بلاد دير والو بلاد المغرب والفقر عنوا وليتا عاكي نهتهت حيت ما كاينش الميزان الميزان فقود في هاد البلاد الناس باغي نعيش ما باغي نعيش باغي نعيش ما باغي نعيش قول لي هادشي هذا نعرف انايا من الاول تغرقتي دابا هذا جيتني يا خويا دخلت بيا انايا دخلت بيا دابا تلخمني تلخمني انا غنسمعك انا كنسمعك قولي ايوب شوف خاصك تخبر باي طريقه ما عنديش تعبئه غتسالي ليا خاصك تخبر ايوب غيقلب عليك يلا خويا يلا يلا دابا يجي ياخذ لي التليفون شوف راه هو دابا حابس لي باي طريقه ما تبانش غير انت يلا ولا عيط لك من نمرتي ما تعي ما تجاوبش ما تجاوبش فين نمرتي لا صمنا لك ولا شي حاجه ني تقاضي تقني اخويا تقني راه غير كنت عندك ايوب ديال قرباله اخويا ماشي شويه وكيما قالت مشكل هاني دابا راه مشكل طيحتو في البنت صاحبي شوف من هي والو انا وجهي يدي دابا نحط التليفون تكون عندي يلا تحرك دابا انا بغيت نسولك واحد الحاجه وحده هي اللي دابا لحد الان انا ما مصوباش ليا كيفاش انت دابا بنت ودخلتي عند مافيا تبع عندك